ننسى ولدي أيضا. لن أخسره كما خسرت والده. ربما هو آمن في مكان ما، قد يكون تائها. لا، لقد رحل. لم أحظى بفرصة لجمع الزهور لجنازة زوجي، والآن رحل ولدي أيضا. لابد أن هذا هو المكان المنشود. يا للمرأة المسكينة، سيتعين علي كسب ثقتها. المعذرة. من أنت؟ ماذا تريد؟ سامحيني، لم أقصد أن أفزعك. أخبرني مالك المقهى عن مصابك، قد أتمكن من المساعدة. لا أعلم كيف، أنا لا أعرفك. إنك تحتاجين إلى زهور لدفن زوجك. فقدت مثلك أشخاصا مقربين، لكنني لم أتمكن من دفنهم. سيشرفني إذا سمحت لي أن أقدم لك ما لم أتمكن من تقديمه لأصدقائي. سأجمع هذه الزهور. غالبا ما كان يجلب لي زوجي بعضا من الزعيطمان. إذا أحضرت لي بعضها فسأضعها على قبره ماء يدفن، كهدية أخيرة مني. سأفعل ذلك. ستكون الزهور بالجوار، علي البحث في الأرجاء. تبدو هذه كالزهور التي أحتاج إليها. إنها زهور جميلة، كانت لتسر أصدقائي.
جلبت لك الزهور مع خالص مواساتي. إنها زهور رائعة، كم أحبها زوجي. شكراً لك. أهناك ما أفعله من أجلك؟ أحاول أن أكتشف من يأخذ العبيد من جرجرايا. أعلم أن ولدك مفقود. أجل، خسرت والده، لن أستطيع تحمل خسارته أيضاً. أيمكنك إخباري بما كان يفعله قبل أن يختفي؟ عندما أخذوا والده صار تعيساً وبدأ يخرج ليلاً، لكنه لم يعد الليلة الماضية. سألقي نظرة في الأنحاء لعل شيئاً هنا يشير إلى ما حدث. يمكنني أن أقتفي أثار ولدها في هذه الأنحاء. يوجد الكثير من الآثار هنا. تؤدي الآثار إلى ذلك المبنى الصغير. أحتاج إلى العثور على طريقة للدخول. هزيت قليل، كان يعمل حتى وقت متأخر.
رسالة. إنه يذكر مزرعة قريبة. علي إخبار والدته بما عثرت عليه. عثرت على رسالة من والدي. كان يبحث عن الرجال الذين أخذوا والده. ذلك الفتى الأحمق، لقد ذكر مزرعة قريبة. أتعرفين عما كان يتحدث؟ لا، تلك مزرعة طغان، إنها تعش بالمرتزقة. إذا ذهب إلى هناك أرجوك أعثر على ولدي. إذا كان حيا فسأعيده إليك. أعدك، لابد أن أخبر عليا، لكن يجب أن أبحث عن الواشي أولاً.